بالوفاء لأرواح الشهداء، استهل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، مناسبة أراد الرئيس أن يكون عنوانها الأبرز الارتباط الوثيق بين الماضي التليد والمستقبل المشرق للجمهورية الجديدة. الرئيس وبعد استعراض تشكيلة من الحرس الجمهوري وضع إكليلا من الورود وترحم على الأرواح الطاهرة للشهداء. من مقام الشهيد إلى ولاية بومرداس، بدأ رئيس الجمهورية زيارة عمل وتفقد حملت بصمة سياسية واقتصادية بامتياز. زيارة وضع فيها الرئيس مصالح المواطن واحتياجاته الأساسية على رأس أجندتها، كما خلت من البروتوكولات الفولكلورية التي لطالما أهدرت أموالاً طائلة من الخزينة العمومية. الرئيس وبعد مراسم الاستقبال تلقى عرضاً شاملاً عن مشروع محطة تحلية المياه بكاب جنات. شاكر كل إطارات المؤسسات الجزائرية وعلى رأسهم سوناتراك وصنع الغاز على المجهودات التي بذلت منذ سنتين في إطار برنامج استعجالي لتحلية مياه البحر. حقيقة كان قرار في البداية ما كانش يظهر بأنه ضروري. الوقت لنا فيه اليوم مع الجفاف اللي بدينا نعيشوا فيه بصفة ملموسة ومحسوسة من طرف كل المواطنين من طرف الدولة، هذه المشاريع هذه جات في وقتها. إذن شاكر لهم كل المجهودات اللي بذلوها، شاكر كذلك وزارة الطاقة ووزارة الري ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني اللي انسجموا في هذا البرنامج، وصبحت اليوم محطات تحلية المياه بحر جزائرية 100% بفضل إطاراتها الجزائريين، بفضل عمالها ومهندسيها، وكذلك بفضل التقنيات اللي تقدروا يتحكموا فيها إطارات الجزائرية